صباح الخير مشاهدينا، تحية من القلب وين ما كنتوا عم تتابعونا. مشاهدينا، بكرة عيد القديس، عم طلع الحدينة، شفاعته تكون معنا ومعكم يا رب. وكوننا بزمن الميلاد، حبينا نتشارك نحن وياهم كون هالترتيله. مشاهدينا، اليوم مقدمتنا ميلادية بامتياز، وحبينا كمان نشارككم هالتأمل الميلادي. قال بولس لعائلته: هل لاحظتم حركة نجم الميلاد؟ إنه نجم عجيب، ليس كسائر النجوم، فقد أرسله الله خصيصا ليرشد المجوس إلى بيت لحم، ليسجدوا للإله الحقيقي ويتركوا عبادة النجوم. ولهذا نرتل في طروبارية الميلاد. ميلادك أيها المسيح إلهنا، قد أشرق نور المعرفة في العالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل، وأن يعرفوا أنك من مشارق العلو أتيت. يا رب المجد لك. يا أولادي، الليتورجية الأرثوذكسية كنز كبير، لأنها تعلمنا عن يسوع. فعندما تذهبون إلى الكنيسة انتبهوا جيدا لكل كلمة، لأنها تعكس إيماننا المسيحي وتدبير الله الخلاصي. إن شاء الله مشاهدينا هيك بهالتأمل الميلادي نرجع نفوت بزمن الميلاد مع كل التحديات والصعوبات اللي عم بعيشها وطننا لبنان. وكرمال قلنا نحن أنه اليوم رح تكون مقدمتنا بامتياز على الميلاد، رح نتوقف مع ما يجب أن نعرفه عن الميلاد. نقول إن يسوع ولد وليس خلق، لأنه الإله الذي تجسد، أي كان موجودا قبل أن يصبح إنسانا، كما يرد في دستور الإيمان، مولود غير مخلوق. والدة الإله هي دائمة البتولية. مريم حبلت بيسوع من الروح القدس ولم تعرف رجلا قط، هي بتول قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها. يوسف البار، يوسف خطيب مريم، ليس والد يسوع بالجسد، لأنه يسوع هو ابن الله الحي،
حسب التراث لا يصور يوسف خطيب مريم في وسط أيقونة الميلاد، ليس لقلة أهميته لا سمح الله، بل للتركيز أن الولادة هي إلهية بالروح القدس، تعيد له الكنيسة الأرثوذكسية في الأحد التالي للميلاد أي الكائن. قال ليسوع: الحق الحق، معنى اسم يسوع الكائن الذي يخلص، أي الله الذي يخلص، وهذا ما نراه مكتوبا على هالة يسوع في الأيقونة. أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. الأقمطة، يسوع في أيقونة الميلاد دائما ملفوف بالأقمطة بحسب ما جاء بإنجيل لوقا. ولدت ابنها البقر وقمطته وأضجعته في المذود. هذه الأقمطة سنراها فارغة في أيقونة القبر الفارغ، وهي أيقونة قيامته. اليوم يولد من البتول. هذه الترتيلة الميلادية هي على لحن اليوم علق على خشبة ذاته، لأن الإله الذي ولد هو الذي صلب وقام ليفدينا ويخلصنا. أحداث الميلاد: الأحداث الميلادية المذكورة في إنجيلي متى ولوقا وهما يتكاملان. التجسد الإلهي، عيد البشارة وهو عيد التجسد الإلهي. أتحدث الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية في أحشاء مريم. وعيد الميلاد هو عيد ظهور الله في الجسد. بيت لحم، عندما ظهر الملاك للرعاة في بيت لحم وبشرهم بالمولود الإلهي، انتهى عصر الذبائح الحيوانية، لأن يسوع نفسه أصبح الذبيحة لخلاصنا. المجوء، مجيء المجوس وشذوذهم ليسوع علامة لمجيء الأمم. وكان النبي دانيال قد بشر قديما في بلادهم، وهداياهم الثلاثة هي اللبان رمز للألوهية، والذهب رمز للملوكية، والمر إشارة للصليب. اليوم مشاهدينا حبينا نشارك نحن وياكم أشياء لازم نتعرفها عن الميلاد، وهلأ مشاهدينا رح توقف محط الطقس. طقس لليوم مشاهدينا: غدير الأمطار ساحلا أكثر من البقاع مع بعض الانفراجات، تتساقط الثلوج مساء فوق 1700 متر، تلامس سرعة الرياح 35 كيلومتر بالساعة، تترافق مع ارتفاع نسبة الرطوبة، تغير الرياح مسارها ظهر السبت من جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسبب ارتفاع الضغط الجوي الشبه مداري فوق شمال المملكة السعودية وشمال مصر، ما يساهم بانحراف المنخفض نحو الساحل السوري وجنوب شرق تركيا. الحرارة على الساحل 18 نهارا و13 ليلا، على الجبال 1200 متر 9 نهارا و4 ليلا، بالبقاع 11 نهارا و5 ليلا، على الجبال 2000 متر 2 نهارا و4 ليلا. الرياح جنوبية غربية باردة سرعتها 10 كيلومتر بالساعة، تشتد لتوصل 35 كيلومتر بالساعة، الرطوبة من 60 ل 90%، الضغط الجوي 1008 اتش بي اي. رح نتوقف مع بعض الفيديوهات لنشوف كيف كان الطقس بلبنان والثلوج كيف غطت لبنان بالأبيض. مشاهدينا يعني طقس ماطر بامتياز، من نتمنى منكم توخي الحذر. وهلأ رح نتوقف مع تقرير للزميلة ليا معماري بمناسبة حلول عيد الميلاد برعاية النائبة نعمة فرام وبإشراف دكتور وليد حرب. بتتشرف بدعوتكم لافتتاح المركز الطبي المتعدد الاختصاصات: العين، الأذن، الرئة، القلب، الجلد، طب عام، الطب النسائي، طب الأطفال، نهار السبت 14 كانون الأول. رح نتوقف مع تقرير للزميلة الإعلامية ليا معماري لنتعرف أكثر عن معاناة عم بعانيها الناس. مشاهدينا رح توقف مع هالتقرير. نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية وتضاعف الأوجاع الإنسانية، انتشر الفقر المدقع وحل الجوع والعوز
وتدهورت صحة الناس، وباتت مقولة الأولوية هي لتأمين خبزنا اليومي أكثر بكثير من الاهتمام بصحتنا الطبية. انطلاقاً من هذا الألم القاسي، اجتمعت جماعة عائلة النور لتقوم بدورها الاجتماعي والطبي، وقررت إنشاء مستوصفاً يحوي مختلف الاختصاصات الطبية. اتخذت الجمعية مكاناً لها في منطقة الدورة المكتظة بالسكان الأكثر احتياجاً وفقراً، وعمدت إلى تقسيم المركز طبياً ليستوعب حاجات المشروع. لأن طب العيون تفتقر إليه مستوصفات منطقة الدورة، ارتأت جماعة عائلة النور أن تضع هذا الاختصاص في صلب أولوياتها الطبية، فباشرت بالتجهيزات اللازمة لإنجاز المشروع الطبي وسعت لتأمين أطباء أكفاء، في حين شملت الاختصاصات الباقية الأذن، الأطفال، طب عام، قلب، جلد، الرئة، أمراض نسائية. تأخر افتتاح المستوصف نظراً لتردي الأوضاع في لبنان وما آلت إليه من قطع الطرقات الذي نتج عنه عدم وصول المواطنين إلى أماكن عملهم. بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان، سيتم افتتاح المستوصف بالتزامن مع ميلاد السيد المسيح ليشهد على ميلاد الإنسانية من جديد وليعلن بشرى الخلاص للعائلات الموجوعة. سيشرع المستوصف أبوابه أمام المحتاجين بعد نشر خبر الافتتاح والإعلان عنه من خلال المستوصفات المحلية والرعاية والمدارس. بدنا نشكر الزميلة الإعلامية ليا معماري عنها التقرير. مشاهدينا رح توقف هلأ مع متفرقات. مشاهدينا، مثل ما تعودتوا كل أسبوع في تقرير للزميلة مريم بيضون، واليوم تقرير عن الحقوقية الدكتورة سمر شامسي. شخصيتنا لليوم شخصية مميزة إلى دور الإنساني والاجتماعي، استطاعت أن تجمع بشخصيتها بين الإنساني والناشطة الاجتماعية، ويلي ساهمت بعدد من أعمال الخير عبر مشاريع ذات طبيعة إنسانية راقية لخدمة مجتمعها ووطنها. شخصيتنا هي الحقوقية والفنانة التشكيلية الإماراتية الدكتورة سمر شامسي. سكرت سمر الشامسي علمها وفنها خدمة للقضايا الإنسانية، فعرفت كيف تثبت للعالم أجمع أن المجتمعات الإنسانية بتقدر عبر سلاح العلم والمعرفة والأخلاق السامية أنها تتغلب على سلاح القوة مهما كانت عاتية. أطلقت الشامسي حملتها الإنسانية المميزة بمخيم الإماراتي والزعتري بالأردن وعدد من المخيمات، دعماً لأطفال سوريا لاجئين تحت شعار الفن بخدمة الإنسانية. وتضمنت الحملة توزيع كتاب ألواننا أحلامنا لكافة الأطفال بالمخيمات، أعدته الدكتورة سمر الشامسي واللي بتضم رسوماتها الخاصة اللي من خلالها بتحاول أنها تترجم كل شيء بجول بخاطرها وبخواطر الأطفال اللي بيتطلعوا للسلام والتعبير عما بداخلهم من آلام وآمال. استطاعت الدكتورة سمر أنها تعالج الكثير من الأطفال عن طريق الرسم اللي بيعانوا من مرارة الحروب والصراعات ببلادهم ومرض التوحد، كما أنها تهدف إلى إنشاء مدرسة فريدة من نوعها للأطفال اللي بيعانوا اضطرابات بسبب الحروب ومعالجة مرض التوحد لاحتضانهم ودمجهم بالمجتمع، معتمدين على قدراتهم الذاتية وتوفير نوعية حياة أفضل من خلال توزيع التواصل وتعزيزه والتفاعل بالمجتمع، فبصير بإمكان هؤلاء الأشخاص منتجين بالمجتمع. هي كانت انطلاقتي الأولى من مخيم الإماراتي بتاريخ 28/5، حاليا في مخيم الزعتري امتدادا للحملة اللي أنا مسويتنها، حملة الفن في خدمة الإنسانية. هذه الحملة تستهدف الأطفال اللاجئين السوريين من عمر 4 سنين لعمر 9 سنين. الطفل والتعليم قضايا كتير مهمة عند سمر شامسي، إلى جانب المرأة وقضايا اجتماعية أخرى تعكسها بلوحاتها وبالمقالات اللي بتكتبها، حتى إنها أعدت كتاب بعنوان الحب مع الضحك لتأكد إنه الحب مش دايماً بيترافق معه الحزن. أطلقت سمر الشامسي فيلم قصير بعنوان ألم الجوع، فكرة وسيناريو وتمثيل الشامسي،
أرادت من خلاله أن تعمل مقارنة ما بين الأطفال المرفهين بعيشتهم وما بين الأطفال الفقراء يلي عم بدوروا على رغيف خبز يلاقوه. بدنا نشكر الزميلة الإعلامية مريم بيضون على كل أسبوع بتقدم لنا تسليط الضوء عن امرأة رائدة بلبنان وبالعالم العربي وعلى صعيد العالم. أما هلأ مشاهدينا رح نتوقف مع خبر اكتشاف يؤكد أن العذراء ويسوع مرا في لبنان. قبيلة رفع مزار سيدة المطرب مغدوشي لوضعه على الخارطة السياحية الدينية الدولية. قال المطران إلي حداد مغدوشي وسيدة المنطرة تحديدا هي منطقة زارتها مريم العذراء بحسب التقليد الشفهي والتقليد المكتوب، والعذراء كانت تمر من هنا وتنطر الناس، وبالتالي يسوع المسيح مر من هنا وكان ينزل ويبشر على الساحل حسب ما ورد بالإنجيل ويأتي ويأخذها من هنا، والطريق الرومانية كانت على مستوى أعلى من الساحل ولديها مثلثات بمغدوشة، وعلى مستوى 150 متر صوب الجليل هناك الأثار الموجودة. يعني لبنان وطأت إجرين مريم ويسوع هالأرض المباركة. حبينا اليوم نأكد أنه يسوع ومريم مرة من لبنان. أما هلأ مشاهدينا رح توقف مع شهرة الميلاد بساحة النور، كيف كانوا يعني المواطنين عم بيركبوا شجرة الميلاد بساحة النور. يقوم أهالي مدينة طرابلس بتزيين شجرة الميلاد بساحة النور طرابلس، حيث مركز يعني الساحة. شيء كتير حلو اليوم عم نشوف نحن اللبنانيين عم يحتفلوا من كل المناطق بعيد الميلاد المجيد. تحت عنوان معرض بيروت للكتاب ضحية نقص في السيولة، كتبت سوسن الأبطح بالشرق الأوسط معرضا الكتاب الرئيسيان في لبنان اللذان يعقدا سنويا في الشهرين الأخيرين من السنة طارا بفعل الانتفاضة الشعبية. وإن كان النادي الثقافي العربي المنظف لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب قد أرجأ الموعد إلى 28 من شباط المقبل، فإن الجهة المنظمة للمعرض الفرنسي وليعرف بحيوية نشاطه وكثرة ضيوفه لم تحدد موعدا جديدا وتركت الاحتمال رهنا بالظروف، يعني على أمل يرجع معرض الكتاب ينعمل بلبنان لأنه معرض ثقافي، معرض فعلا بيرجع للكتاب لأنه نحن صرنا وقت زمان مش عم نقرأ مشاهدينا، يمكن بوجود السوشيال ميديا قلت قراءتنا. فكان معرض الكتاب كان معرض ثقافي كتير مهم، هيك بيجتمعوا حواليه اللبنانيين والمثقفين لشراء الكتب والقراءة. أما هلأ مشاهدينا رح نتوقف مع خبر كتير مهضوم، جذب الأرنب وحيد القرن أنظار العالم بعد ما انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي. استظهر أذنه اليسرى في منتصف رأسه ليحصل على لقب الأرنب وحيد القرن، وانتشرت صورة الأرنب الأبيض الموجود في أحد فروع الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا بشكل كبير، وذلك بفضل شكل كبير. يعني هالأرنب نظر يعني مشاهدينا جذب أنظار العالم حوله عبر السوشيال ميديا. مشاهدينا رح نتوقف هلأ كمان مع أخصائية التغذية ستيفاني نصار. مرحبا، نصيحتنا لليوم للوقاية من أمراض القلب والشرايين تتعلق بمضادات الأكسدة المعروفة بالأنتي أوكسيدان. مضادات الأكسدة هي عناصر غذائية موجودة بأطعمة كثيرة، نذكر أهمها الفواكه، الخضار، الأعشاب المغلية على أنواعها مثل الزنجبيل، مثل اليانسون، مثل الزهورات، مثل القرفة المغلية، وكمان موجودة بالشوكولا، بس مش حيالا نوع من الشوكولا، نحكي عن الشوكولا المر. شوكولا المر اللي بيحتوي على القليلة على 60-70% من نسبة الكاكاو. مضادات الأكسدة كتير مهمة مش بس على صحة القلب، أولا هي كمان تحمي من أثار الشيخوخة، بتقوي المناعة، وكمان بالوقاية من أمراض القلب والشرايين تمنع تأكسد الكوليسترول داخل الشريان. شو يعني تأكسد الكوليسترول؟ الشريان بيحتوي على الدم، والدم بيحتوي على شحوم الدم الموجودة فيه الـ HDL والـ LDL.
يعرف انه ال LDL هو الكوليسترول المضر بالشريان. وقت يتأكسد ال LDL ببلش يتراكم داخل الشريان، ومعقول يؤدي لتضيق هذا الشريان ومشاكل مثل الجلطات ومثل الذبحات القلبية. مضادات الأكسدة وقت نقوم بإكتار تناولها فيها تمنع تأكسد ال LDL وتمنع بالتالي تراكمه وانسداد الشريان. هذا كانت نصيحتنا لليوم، مرسي لكم ومنلاقيكم بحلقة تانية. يعني ما بينضاف شيء على قلته أخصائية التغذية ستيفاني نصار، دايما بتعطينا معلومات كتير مفيدة على صعيد الصحة وعلى صعيد الأكسدة، يعني كيف ممكن الوقاية. مشاهدينا وصلنا لنهاية أولى فقراتنا، بريك ومنتابع معكم.